متجند. حلوة حلوة. أهلا وسهلا فيك. بيقف ضد الناس، بيقف من وجهة نظره مع الناس، هو من وجهة نظره مقتنع يحكموك وفي عليها هذه سجن فعلي. الفكرة تبعتنا انه الناس اذا الورقة تروح في اللي ما بوقع وفي اللي تحت الضغط بوقع الورقة بدي اشتري المجلس واروح بيه. هلا السؤال هذا هو صح؟ الثقافة تبعتنا تختلف. الحين هو لان يكون عندنا وين يا رب 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 وتمشي مع هذا المسار. يعني انت ما بتقدر ان قضية الارنونة يجب ان نبحث عن طرق